انا بعمل مجهود ضخم جدا، والمجهود دوت فعلا اتى ثمار كتيره الحمد لله. على سبيل المثال، تترجم مجهودي في محاصره السيسي دوليا، في ان الراجل دوت لما راح بريطانيا، رغم ان الامارات كانت حاطه مليارات لزيارته لبريطانيا، ليس فقط في صفقات مع الجانب الانجليزي، ولكن ايضا في دعايه واعلان وترويج لزيارته عن طريق مكاتب دعايه واعلان هناك، كان في استقباله برضو يعني شيء موجع جدا. افشل زيارته كلها وهو توقيع 49 عضو في البرلمان البريطاني ان السيسي شخص غير مرحب به في بلدنا. انا أيضا اللي كنت وراء المذكره دي. غير كده في سلسله قضايا مرفوعه على السيسي دلوقتي في عده دول اوروبيه، فالرجل يعني في حاله حصار دولي. اكثر من ذلك، وهذا ان في 5 بيانات ادانه طلعهم لنظام عبد الفتاح السيسي من البرلمان الأوروبي، الحمد لله أنا كنت وراءهم جميعا.